وكالة بيت مال القدس الشريف أطلقت اليوم برنامجها الرمضاني الخيري المتمثل في قفة رمضان والحصص الغذائية التي سيستفيد منها الأيتام المكفولين من قبل وكالة بيت مال القدس، وسيستفيد منها أيضا أكثر من 6 مؤسسات مقدسية موزعة على القدس الشريف وعلى أحيائها. قفة رمضان لهذه السنة تتميز بأن القفة الواحدة تكفي الأسرة لشهر كامل لهذا الشهر الفضيل، شهر الخير، حيث تحتوي القفة على أكثر من 23 صنف غذائي أساسي مع بعض المكملات الغذائية. ما ميز قفة رمضان أيضا لهذه السنة وهو دخول منتوج دلالة، حيث استهدف إلى تمكين المرأة المقدسية بشراء بعض المنتوجات الغذائية التي تنتجها المرأة المقدسية. لنقول أيضا لهذه المرأة، نحن وكالة بيت مال القدس هدفها أحد أهدافها هو تمكين المرأة في عملها. بعد حلول الشهر الفضيل بالتهنئة لجلالة الملك محمد السادس والمملكة المغربية كل وأبناء الشعب المغربي المعطاء على ما يقدموه لمدينة القدس وللتعليم خاصة، والطرود الغذائية التي تقدم في شهر رمضان كل عام وهي قفة رمضان، حيث سيكون هناك نصيب للأذنة في مدارس القدس نصيب من هذه الطرود وهذه المكرمة. دا أقولهم كل سنة وهم من سلمين ورمضان كريم، ينعاد عليهم إن شاء الله بالخير، وشكرا لهم كتير على دعمهم لأهل القدس وللأيتام خاصة، وإن شاء الله بتستمر هذه، والله يجزيهم كل خير، وشكرا لهم كتير.